آداب قضاء الحاجة. نعم يا شنتبه تعتقاك مسرعت. هذه الشريعة جاءت بكل خير. إن دين ما كان بعون أجر هلا مطلنا. من آداب قضاء الحاجة. يا شنتبه تعتقاك مسرعت وش كمتاو. لابد وجوبا أن يستتر عن أعين الناس. إما أن يدخل في هذه الحمامات ويغلق الباب أو يستتر عن الناس بسيارة بجدار بشجرة أو يبعد إذا كان في الصحراء لا يوجد شيء. أما أن يبول أمام الناس هذا لا عقلا ولا شرعا وعيب. أن أهل الإسلام يصنع مثل أهل الكفر. يصح البول قائما بالشرطين. باول أمور مشناتي متشالو قولت مسفرت سمرو. الأول ألا تنكشف العورة. قولت عندنا أمور مشنات بلتو بما يدلت بس درجة. الثاني أن يأمن أن لا يرتد الرشاش عليه. قولت مشناو شنت فنتر طاريو ودسا ودتو كنت يملس. وإلا لا يجوز أن يبول قائمة. تبكر أمور مشنات تقبيا لله. لابد قبل الدخول أن ينقطع عن ذكر الله. أما قبعت وبستفت دمو الله ما استوصل ما قوارت على البيت. ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، المصحف، كتب العلم. كنت بيس قبع قرآن النا هي القرآن مسأسل وش ذكر النبات وما قبعت وعدا بعد. كذلك ينقطع عن كلام الناس إلا لحاجة. بعض الناس يضع السماعة هنا ويبدأ يتكلم ويقضي الحاجة. لا يطيل البقاء في الحمامات لأن أماكن شياطين. قلنا لكم بعض الناس لا يتلذذ بشرب الدخان إلا في الحمام وقراءة الجرائد. نعم. عندن بسو يهونا تنتال الدب لا يتلذذ. نعم لا يستمتع. أحسن مكان يشرب فيه هذا الذي يشرب الدخان، أنا سألت واحد منهم ما هو أحسن مكان تشرب فيه الدخان، قال في الحمام. نعم والله ادخل حمامات تجد دخان دائما. نعم. عندن بسو سيجارة يمسلو شنتي بيت قوتنو السيجارة ميلتو. نعم. يتأخطون جاوم من دنو يالو شنتي بيت قوتن ميسارو سيجارة يتأخطون تأيران. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ودا قبلة مزورم ودا جروا كلبان ودا جروا مارجن. في بنيان في غير بنيان أفضل. جنبات عملي مهنا متقللو بجنباتهم بين وراء ودا قبلة جرباون فتن مارك تقبيا لله. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس. سواء كان يستقر بوتا علي شنت مشنات شنت بسو شنت سواء شنت ولو كانوا كفار هادين كوابيون ولو كانوا من أئمة الضلال يتميت سواء كوابيون شنت ندشان أباتو نسوهم شقل بطبوتا. لا يبول في أماكن أو لا يأتي الحاجة في أماكن يستظل فيها الناس أو يجلس فيها الناس أو في الطرقات. سواج كمي تندلو بات زاخسر سواج كمي كمت بات بوتا لي تجري. لا يبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري كما يدو هاش انت مشنا تجري. لا يبول في مستحم في المكان الذي يستحم فيه ثم بعد هذا يغتسل فيه. لا تقوامي وعلي شنتون شنتو زرون دقنا قوتون دايتكم بات. قبل أن يدخل يقول بسم الله
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء قل فقط هذا الدعاء. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. عكس مسجد ومنزل. إذا خرج قال غفرانك. لا ينزع الثياب إلا عندما يدنو من الأرض. هذا إذا كان في الصحراء. نعم. يختار مكان لبوله يعني مكان ليس بصلب. نعم. تنكر بوتا سيشنا ومرتو شنتون يمدس بس بوتا ممرت يلبتن سيشنا شنتون ميمت بوتا لي مشنات. وإن لم يجد إلا أماكن صلبة يدنو من الأرض بوتا وتكلا لا تنكر بوتا كونا وده مريت تقابلو يشنا جيس فنتارو تمدسون بيشنا. يحتاط لا يرجع عليه الرشاش يوها فنتاري زرودة ودت القمدة المتاعي.